بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فما زلنا في رحاب الجملة الفعلية وبخاصة إعراب الفعل المضارع. انتهينا من الحديث عن إعراب الفعل رفع الفعل المضارع، وبدأنا بدايات في موضوع نصب الفعل المضارع، وتحدثنا بالتفصيل عن الأدوات التي من شأنها إذا وجدت مع الفعل المضارع فهي تؤثر فيه مباشرة أو تؤثر فيه تأثيرا غير مباشر. ونذكر بهذه الأدوات وهذه الحروف مرة أخرى لكي نتذكر ما قلناه سابقا. قلنا إن الحروف التي تنصب المضارع هناك أدوات وحروف تنصب المضارع مباشرة، هي أن ولن وكي وإذا، وضربنا أمثلة على ذلك. ثم بعد ذلك عندنا أدوات يعدل بها من أماكن أخرى ويؤتى بها من أماكن أخرى، فهي في اللغة العربية بعضها حروف جر وبعضها حروف عطف. عندما يأتي بعدها الفعل المضارع لا تنصب المضارع مباشرة، بل يكون النصب لآن المضمرة. في أحيان يكون الإضمار جائزا، وفي أحيان أخرى يكون الإضمار واجبا. قلنا مع لام التعليل ولام المآل أو لام الصيرورة يكون الإضمار جائزا، مع لام الجحود وقلنا لها وضع خاص بأن تسبق بنفي وتكون في سياقها الفعل كان أو مشتقاته أو تصريفه عفوا. ثم هناك حتى أيضا مثل لام التعليل ومثل لام الجحود يضمر بعدها أن وجوبا. ثم هناك حروف العطف الواو والفاء فاسابية وأو وأو وثم. في سياقات يكون الإضمار واجبا، وذلك إذا سبقت بطلب أو نهي أو أمر أو استفهام أو تمني أو تحضيض. وفي سياقات يكون الإضمار لأن جائزا إذا لم يكن في سياقها أمر أو طلب وما إلى ذلك، وسيتضح لنا بهذا الكلام بعد ذلك. لنقف على هذا الأمر ونتأكد من معلوماتنا، نحاول أن نطبق على هذه الآيات التي أمامكم في قول تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. في هذه الآية نجد أن الفعل تقبل فعل مضارع سبق بأداة النصب لن، ويكون النصب فيها نصبا مباشرا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أيضا في هذه الآية سنجد فلن يقبل من أحدهم، يقبل أيضا سبقت بلن ويكون النصب مباشرا وبدون إضمار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. في هذه الآية سنجد قوله تعالى حتى تنفقوا، حتى هنا في أساسها حرف جر، وتنفق فعل مضارع، وأنتم تعلمون أن الجر من خصائص الأسماء. ماذا نتصرف مع مثل هذه الحالات؟ نقول إن الفعل تنفق هنا منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وتنفق فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، طبعا عادة النصب هنا حذف النون، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر بحتى لأنها حرف جر. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه
من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. من قبل أن تنزل، تنزل فعل مضارع منصوب بأن، والنصب هنا نصب مباشر. فالأفعال مرة أخرى تقبل، يقبل، تنال، تنفقه، تنزل عفوا، منصوبة مع تقبل ويقبل وتنال وتنزل، النصب مباشر بالأدوات السابقة. أما مع حتى تنفقه، تنفقه هنا في هذه الحالة منصوبة بأن المضمرة بعد حتى، وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر حتى. أيضا من المواضع التي ينصب الفعل بعدها بإضمار أن إضمارا واجبا في بعد لام الجحود، أمامكم قول تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقول تعالى لم يكن الله ليغفر له. لاحظوا معي أن في سياق لام الجحود وهي حرف جر جاء سبقت بما في الآية الأولى وبلام في الآية الثانية، وجاء الفعل كان في الآية الأولى ويكن في الآية الثانية، وهذان شرطان مهمان وواجبان في الإضمار الواجب بعد اللام، وهذه اللام تسمى لام الجحود. كيف نعرب هذه الآية؟ وما كان الله ليضيع، لم يكن الله ليغفر. طبعا ما أداة نفي ولم أداة نفي وجزم وقلب، كان فعل ماض مبني على الفتح ولفظ الجلالة، اسم كان مرفوع رفع الضمة الظاهرة، ليضيع. نقول اللام لام الجحود حرف جر، حرف مبني على كسر لا محل له من الإعراب. يضيع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، واللام وما دخلت عليه جار ومجرور أو شبه جملة في محل نصب خبر كان. نفس الشيء لم يكن الله ليغفر، اللام هنا لام الجحود، يغفر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأنها جاءت في سياق النفي وسبقت بالفعل يكن، فيغفر منصوب بأن المضمرة والمصدر المأول مجرور باللام، واللام وما دخلت عليه شبه جملة في محل نصب خبر يكن. هذا ما تختص به لام الجحود وشروط النصب بأن المضمرة وجوبا بعدها. أيضا من المواضع وسبق وتحدثنا فيها وأخرجناها في الآية السابقة، الآيات السابقة بعد حتى الجار، حتى في الأصل حرف جر، قلت قول تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، فتنفقوا هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وأن وما دخلت عليه في محل جر بحتى. أيضا من المواضع التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا أو العاطفة، يقول القائل لا أعاقبن المقصرة أو يعتذر. فهنا جاءت أو مسبوقة بقسم، أسلوب قسم، والله لا أعاقبن المقصر أو يعتذر، فيعتذر أو حرف عطف. يعتذر فعل مضارع، هل أولى تنصب يعتذر؟ لا، الذي ينصب يعتذر هنا أن المضمرة وجوبا. يعتذر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، وأن وما دخلت عليه معطوف على ما سبق. أيضا من سياقات النصب بعد فاء السببية التي تقع في سياقات يجب أن تضمر بعدها أن، وهو سياق النفي أو الطلب، والطلب له أشكال كثيرة جدا مشهورة في كتب البلاغة. هذه الأماكن المواضع تصل إلى ثمانية أمور، هي الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني والرجاء أو الترجي. ومن أمثلة ذلك في قول تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا هنا سياق نفي محض
وفيموت فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية الفاء العاطفة. فيموت فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة النصب حذف النون لأنه من أفعال الخمسة. أيضا قول تعالى في مع فاء السببية فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، سبق السياق سبقت الفاء بطلب وهو الاستفهام، يبقى يشفع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا وعلامة النصب حذف النون. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، سبقت الفاء هنا بطلب وهو النهي، لذلك يكون الإضمار واجبا بعد الفاء. أيضا يأتي الإضمار الواجب لأن مع واو المعية التي أيضا تكون في سياق نفي محض أو طلب بأنواع الثمانية، كأن تقول في قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لاحظ معي لا تنهى، السياق هنا سياق طلب نهي، وتأتي مع اتيان، لا تنهى عن خلق مع اتيانك مثله، الواو هنا واو المعية، وتأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا. نلاحظ أننا قلنا من قبل إن الإضمار مع الأدوات الواو والفاء وأو ثم يكون الإضمار فيها على شكلين، إضمار واجب وإضمار جائز. شروط الإضمار الواجب أن تسبق بنفي أو طلب، فإذا جاءت الواو والفاء وأو ثم بعدها فعل مضارع في سياق ليس سياق نفي وليس مسبوقا بالطلب، في هذه الحالة يكون الإضمار جائزا. كان تقول مثلا في يقول تقول الشاعرة ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني، الواو هنا واو المعين. ننظر إلى السياق، السياق قبلها سنجد سبقت باسم صريح مصدر، لم تسبق بنفي ولم تسبق بطلب، في هذه الحالة نقول تقر فعل مضارع ننتبه منصوب بأن المضمرة جوازا. يعني ايه جوازا؟ يعني تقول ولبس عباءة وان تقر عيني يجوز، ولبس عباءة وتقر عيني يجوز، يبقى الاضمار هنا انت بالخيار في اظهارك ان او عدم اظهارها، جائز لك الاضمار بان الظاهرة او تضمر ان جوازا. لماذا؟ لانها جاءت في سياق غير نفي. أيضا في قول الشاعر وقنت لي سليكا ثم أعقله، هنا ثم من الأدوات التي إذا جاء بعدها المضارع يكون منصوبا، لكن الإضمار هنا سأل نفسك هل هنا الإضمار يكون واجبا أم جائزا؟ المسألة بسيطة جدا، انظر قبل ثم ستجد السياق خاليا، السياق خاليا من النفي والطلب، إذا أنت أمام أمرين، إما أن تظهر أن مع قبل الفعل المضارع وإما أن تضمر أن، فالإضمار هنا يكون إضمارا جائزا. أقول وقتل سليكا ثم أن أعقله، هذا جائز، ولكن الشاعر
هنا اختار الإضمار الجائز فهو عاقله فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا. لماذا؟ لأن السياق هنا خلا من النفي ومن الطلب. نرجع مرة أخرى لكي نستعرض بعض النماذج لنصب الفعل المضارع، مرة بعد لام التعليل، ومرة بعد لام العاقبة، ومرة بإظهار أن، ومرة بمع فاء السببية وما إلى ذلك. لما يطلب منك في الامتحان مثل لما يلي مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، طبعا حتى لو لم يقل لك جوازا فأنت على يقين أن الإضمار مع لام التعليل يكون إضمارا جائزا، فتقول أصغيت إلى المعلم لأفهم عنه. يجوز أن تقول أصغيت إلى المعلم لأن أفهم ولأفهم، والإضمار هنا جائز لأن اللام هنا لام التعليل، قلنا لام التعليل يكون بعدها نتيجة لما قبلها سبب. أيضا إذا طلب منك أن تمثل بمضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام العاقبة، فتقول مثلا الآية المشهورة فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قلنا أن ما بعد اللام يكون غير متوقع لما قبل، فليكون هنا جائز لك أن تقول لأن يكون وأن وليكون، فاللام سمي لام العاقبة. تقول مثلا علمت ابني ليكون ابنا لغيري، طبعا في هذه الحالة نسمي ما بعد إلا اللام عفوا غير متوقع لما قبلها، فاللام نسميه لام الصيرورة أو لام العاقبة، ويكون معها الإضمار لأن جوازا. طب إذا أردنا أن نمثل بفعل مضارع منصوب بأن، ده هو الأصل أن أن تنصب الفعل المضارع مباشرة، تقول أعجبني أن يهتم محمد بعلم النحو أو يهتم الطلاب بعلم الصرف. أيضا إذا طلب منك أن تمثل لمضارع منصوب بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر، وأنت تعلم واقعة في جواب الأمر أي يكون الإضمار هنا واجبا لأن الأمر صورة من صور الطلب، إذا سبقت فاء السببية وواو المعية وأو ثم بنفي أو طلب محض في هذه الحالة يكون الإضمار واجبا. اقرأ كلام الله فينير قلبك، فهنا ينير فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. أيضا من الإضمار الجائز الواجب قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى حتى أدرك المنى، فهنا جاءت أو مسبوقة بسياق القسم وهو يعني يكون في بمثابة النفي ومثابة الطلب في أن يكون الإضمار بعده واجبا إذا جاءت أو، فتقول أستسهلن الصعب أو أدرك، أدرك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة ليس بأو، بأن المضمرة وجوبا. أيضا إذا طلب منك أن تمثل بجملة جاء المضارع بعدها منصوبا بإذا، أنت تعلم أن إذا لها شروط خاصة أوضحناها، أن تكون كما قلنا جوابا لكلام سابق، أن تكون في سياق استقبال، أن تتصدر الجملة، وأن لا يفصل بينها وبين أن فاصل، فتقول لمن يقول سأحرص على طلب العلم، فتقول له إذا تفلح يا أخي أو يا صديقي أو يا أي شيء. بعد كل هذا نقول إنك إذا أردت أن تنصب المضارع فلا بد وأن تسيطر، ولا بد وأن تحفظ، وأن تكون عالما وعارفا بأدوات نصب المضارع، وقسمناها إلى قسمين، إلى أقسام تنصب الفعل المضارع مباشرة، وأقسام المضارع اللي ينصب بإضمار أن، في سياقات يكون إضماره جائزا مع لام الجحود، مع لام المآل ولام التعليل وثم وأو والفاء
وأقول معي إذا لم تسبق بنفي أو طلب أو قسم. وبقية المواضع مع حتى ومع لام الجحود بشروط النفي وكان وتصريف كان وأخوات كان يكون كائن كون وهكذا، والحروف العطف اللي هي الواو أو ثم والفاء، وبشرط أن تسبق بنفي محض أو طلب أو قسم. هذا عن نصب الفعل المضارع. ننهي الآن ما يتعلق بالفعل المضارع في حالة الجزم. أنت تعلم أن الجزم من خاص بالأفعال، فمتى يجزم الفعل المضارع؟ يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأدوات خاصة تحفظ، كما حفظت أدوات نصب المضارع تحفظ وتعلم وتتمكن من أدوات جزم الفعل المضارع. وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين. وقبل أن نتحدث عن أقسام أدوات جزم الفعل المضارع، نقول أهداف هذه الوحدة: أولا التعرف على أدوات الجزم، ثم التعرف على حالات الجزم وعلامات الجزم. طبعا علامات الجزم تحدثنا فيها سابقا، ولكن طبيعة الموضوع تقتضي عليك أن نستعيد وأن نعلم هذه الأشياء مرة أخرى. سنتناول في هذه الوحدة الأدوات، ثم حالات الجزم، ثم علامات الجزم. القاعدة بتقول يجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه أداة من أدوات الجزم، وهي كما قلنا نوعان: أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وأدوات تجزم فعلين، نسميها بعد ذلك أدوات الشرط. ما هي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا؟ عندنا أو أمامنا أربع أدوات أو أربعة حروف، هي لم، وهي أشهر أداة في أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحد، ولما سنتحدث عن الفرق بينهما، ولام الأمر، ولا النهاية. وركز معي هنا عشان حتى تعلم الفرق بين لام تعليل ولام المآل ولام الجحود ولام الأمر، وتعلم الفرق بين لا النافية ولا النهاية. فأما الحديث عن الحرف الأول لم، عندما يطلب منك إعرابه تقول حرف نفي وجزم وقلب، أي ينفي المضارع من الإثبات إلى النفي، ويجزم المضارع لأن الفعل من أدوات الجزم قبل جر في الأسماء، والقلب وقلب زمانه من الحاضر إلى المضي، لم أحضر أمس. إذن هنا في هذه الجملة أحضر نفته لم وجزمته لم وقلبت زمانه إلى من أحضر، هو مضارع، قلبت زمانه إلى الماضي. لما، ولاحظ مع الفرق بينهم، لم حرف نفي وجزم قلب، ولما حرف نفي وجزم قلب، في أنها تنفي المضارع وتجزم مضارع، لكن الفرق في النفي أنها أن نفيها يستمر حتى زمن التكلم، وأن الفعل بعدها متوقع الحدوث. لما نقول لم أحضر انتهى، لكن لما أحضر حتى زمن التكلم مفيش حضور، لا يوجد حضور، ولكنها قد يحدث بعد ذلك. تقول لما يحضر محمد بعد، يعني حتى هذه اللحظة لم يحضر، قد يحضر بعد خمس دقائق، بعد دقيقتين، بعد ساعة، يبقى متوقع مجيئه أو حضوره. هذا هو الفرق بين الأمرين، مع لم نفي مطلق، مع لما نفي حتى زمن التكلم. الحرف الثالث هو لام الأمر، ولام الأمر كما يتضح هو اسمها البعض يسميها لام الطلب،
ونوع الطلب هنا أمر، ليجلس أخوك لتستمعوا جيدا إلى المحاضرة لتفهموا كذا. فاللام هنا لام أمر لمخاطب، ويكون بعدها الفعل المضارع مجزوما بها، هي التي تجزمه. الحرف عادة بلام الأمر بتكثر مع الغائب، ليجلس أخوك. وأما لام الناهية، وهي أصلا يسموها يسمي النحات في بعض كتبهم يسمونها بلا الطلبية، وهي تفيد النهي أو الكف عن العمل. لا تكسل، لا تسرح، لا تفعل أو لا تفعل الشر، فهي تفيد الكف عن العمل. هذه هي الأدوات الأربعة التي تجذب الفعل المضارع ولا تعد إلى جذب فعل آخر غيره. السؤال قبل أن ندخل في الأدوات تجذب فعلين، وهو سؤال يأتي كثيرا في الامتحان، وهذا السؤال يأتي بالصورة الآتية: متى يجزم المضارع بدون أداة؟ هل يجزم المضارع بدون أداة؟ مثل لمضارع مجزوم بدون أداة. نحن نقول إن الفعل المضارع يجزم بأدوات خاصة بجزم فعل مضارع واحد وبأدوات تجزم فعلين. طيب، سنجد سياقات. أقول: ذاكر تتفوق، ذاكر تنجح. لاحظ معي الفعل المضارع هنا جاء مجزوما، وتنظر قبله فلا تجد أداة من أدوات الجزم. ما الذي جعله مجزوما؟ قال النحاة: إذا وقع المضارع في سياق الطلب أو في جواب الطلب يجزم. ذاكر طلب أمره تتفوق وهكذا، يبقى يجزم الفعل المضارع بدون أداة إذا وقع في سياق الطلب، وسنشير إلى ذلك بعد قليل. نأتي إلى الأدوات التي تجزم فعلين، وهذه الأدوات نسميها في علم النحو أدوات الشرط، وهو باب كبير جدا له خصائص خاصة. هذه الأدوات كما هي أمامكم: إن، وهي أم الباب وأشهر أدوات الشرط، إذ، ما، ومن، وما، ومهما، وأي، ومتى، وأيانا، وأين، وأن، وحيثما، وفي بعض الكتب نجد كيف وكيفما. هذه الأدوات تدخل على الجملة، فيتطلب عناصر ثلاثة. يعني إذا أردنا أن نمثل ونتحدث عن جملة الشرط، بتقتضي جملة الشرط أداة، والأداة ديت تؤثر في فعلين بعدها، ثم جملة فعل الشرط. فإن كان الفعل في جملة الشرط مضارع، هذه الأداة تجزمه.
أداة ذات جملة فعل شرط لا تؤدي معنى، لابد من وجود جملة جواب الشرط. وجملة جواب الشرط إذا كان فعلها مضارع أيضا تؤثر فيه الأداة. هذه العناصر الثلاثة لابد من تواجدها. هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين، حروف وأسماء. وأنتم تعلمون الحروف لا محل لها من الإعراب، والأسماء لابد لها من موقع إعراب. الحروف في هذه الأدوات هي إن باتفاق العلماء، وإذ ما على الأصح أنها حرف أو المشهور أنها حرف، والبعض يقول إنها اسم، ومعناهما مجرد الدلالة على تعليق الجواب على الشرط، ارتباط الجواب بالشرط. الجواب يأتي قبله شرط، فتعليق حدوث الجواب بوجود الشرط. انظر إلى قوله تعالى: إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. إن أداة شرط، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بإن، وأداة الجزم حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فعل. طبعا وتتقوا سنتحدث عن هذا الكلام بالتفصيل في نهاية الحديث عن أدوات الشرط، وهو العطف على فعل الشرط والعطف على جواب الشرط. جواب الشرط في يؤتكم فعل مضارع مجزوم بإن وعلم جزمه السكون، عفوا حذف حرف العلة. أيضا عندما تقول إذ ما تقم أقم، يعني لو قمت سأقوم، فإذ ما أداة جزم حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تقم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، وهو فعل الشرط. أقم فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، وهو جواب الشرط. أما بقية الأدوات التي أشرنا إليها، اللي هي من وما ومهما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيف، فهي أسماء، والأسماء تقتضي موقعا إعرابيا. من، يعني ستجد في كتب النحو يقول من تدل على العاقل، من يعمل سوءا يجزى به، فمن أداة شرط يعمل فعل الشرط مجزوم على جزم السكون يجزى، فعل مضارع وجواب الشرط مجزوم على جزم حذف حرف العلة. ما ومهما يدلان على غير العاقل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما أداة شرط، اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تفعلوا من خير يعلمه الله، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما وعلامة الجزم وحذف النون، يعلمه جواب الشرط فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر. نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا قلنا إن ما هنا فيما تفعله مفعول به؟ أدوات الشرط الأسماء لها محل من الإعراب، من يعمل سوءا يجزى به، نريد أن نعرب من. ما أداة شرط؟ أداة شرط اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لماذا مبتدأ؟ ننظر إلى الفعل الذي بعد من، سنجد فعل مضارع مجزوم بمن على متجازب السكون. اسأل نفسك الفعل هذا لازم أو متعدي؟
يعني ايه لازم او متعدي؟ لازم يعني لا يقتصر على فاعله ولا يطلب مفعوله. طب لو متعدي استوفى مفعوله، يعني نصب المفعول ومفعول به موجودا او غير موجود، فننظر نجد يعمل فعل متعدي، ونصب مفعولا به، استوفى مفعوله، في هذه الحالة نقول من مبتدأ. من يجلس جيدا يفهم جيدا. من مثل من اسم شرط مبدأ سكون في محل، لا نعلم حتى الآن إعراب، اسأل نفسنا. فعل المضارع بعدها لازم يحتاج مفعولا به أو لا يحتاج مفعول به؟ ده لازم ليس له مفعول به. إذا كان الفعل بعدها لازم يكون من لابد أن تكون مبتدأ في محل رفع مبتدأ. من يفعل يجزى خيرا. نريد أن نعرف من، ننظر الفعل يفعل متعدي أم لازم؟ يفعل الخير، يفعل المعروفة، إذن هو متعدي. أين مفعوله؟ غير موجود، إذن يحتاج إلى مفعول به، ومفعول به غير موجود، إذن من هنا اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ليه؟ لماذا؟ لأن الفعل بعدها فعل متعدي ولم يذكر مفعوله ولم يستوفي مفعوله، إذن من هنا مفعول به مقدم. فهمنا كيف نعرب اسم الشرط؟ هكذا كما يحدث مع من يحدث مع ما. نرجع مرة أخرى إلى الأدوات التي الأمثلة أمامنا، ونمثل على قول وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فهنا ما اسم شرط وهي في محل نصب مفعول به؟ لماذا هي في محل نصب مفعول به؟ قلنا لأن الفعل بعدها فعل متعدي تفعله، أين مفعوله؟ لم يستوف، غير موجود، يبقى ما في محل نصب مفعول به. لو قلنا وما تفعلوه أو ما وما تفعلوا المعروفة يعلمه الله، لو ذكر المفعول به كانت ما تكون في محل رفع مبتدأ. أيضا أداة الجزم مهما في قول امرئ القيس ومهما تأمر القلب يفعل، فهنا مهما أداة جزم وتأمري فعل مضارع مجزوم بمهما علامة جزمه حذف النون عفوا، ويفعلي الفعل مضارع مجزوم عظيم السكون وحركت القافية بالكسر. متى وأيانا؟ متى كما تعلمون في سياقات أخرى غير أدوات الشرط تكون ظرفا، وأيان ظرفا، وحيثما ظرفا، وأن ظرفا، ولكن الظرف هنا يكون مرة للزمان ومرة للمكان حسب السياق. يقول الشاعر ابن جلا وطلع الثنايا: متى أضع أضع العمام، متى تعرفوني؟ فهنا متى أداة شرط بعدها أضع ثم تعرفوني، فنقول أضع فعل مضارع مجزوم بمتى وعلم الجزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. أضع العمامة تعرفوني فعل مضارع مجزوم وعلم الجزم حذف النون. النون الموجودة أمامي هنا ليست نون الرفع أو الإعراب، بل هي نون الوقاية كما يقال، تقي الفعل من الكسر. أصلا تعرفونني، وأصبحت تعرفوني، حذفت النون علامة الإعراب. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، يقول الشاعر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا. أيانا هنا ظرف زمان
ونؤمنك مضارع وتأمن مضارع والاثنان مجزوماني بالسكون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما ظرف مكان تكون فعل مضارع مجزوم بأينما أو بأين علم الجزم حذف النون يدرككم جواب الشرط مضارع مجزوم عن جزم السكون. فأصبحت أن تأتها فأصبحت أن تأتها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. يبقى أن ظرف مكان وتأتيها فعل الشرط وتجد جواب الشرط. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. تستقم يقدر حيثما ظرف ويدوات أداة شرط للمكان. تستقم فعل الشرط مجزوم بالسكون ويقدر جواب الشرط مجزوم وعلم الجزم السكون. أما أداة الشرط أي فإعرابها يكون بحسب ما تضاف إليه. فإذا أضيفت العاقل تقول أيهم يقم أقم فهي بمعنى من، وإذا أضيفت لغير العاقل فهي تفيد ما معنى ما. إذا أضيفت للزمان أفادت ظرف الزمان، وإذا أضيفت للمكان هكذا تقول أي الدواب تركب أركب، أي يوم تصم أصم، أي مكان تجلس أجلس، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. هنا أي اسم شرط مبني منصوب وعلامة نصب الفتحة وتدعو فعل مضارع، طبعا ما زائدة وعلامة جزم حذف النون. فله الأسماء الحسنى هنا سندخل في قضية جديدة وهي أين جواب الشرط. قلنا بتجزم فعلين، طبعا عندنا فعل واحد تدعو، أين الفعل الثاني؟ سنجد جملة اسمية فله الأسماء الحسنى، وهنا يشترط إذا جاءت بالجملة الاسمية جوابا لأداة الشرط لابد وأن تسبق بفاء الجزاء، سميها الفاء الواقعة في جواب الشرط. لاحظوا معي في الأمثلة السابقة والأمثلة التي ستتحدث عنها أن يأتي عادة الفعل إذا جاء الفعل مضارع يجزم، وقد يأتي الفعل ماضيا فيكون في محل جزم. ونعدتم عدنا من يقوم ليلة القدر إيمان وحسابا غفر له، جاء الجواب فعل ماضي. أو العكس من كان يريد حرث الآخرة نازل، جاء فعل الشرط ماضيا وجاء جواب الشرط فعل جاء فعلا مضارع. طيب سؤال يأتي في الامتحان عادة وهو متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء، أو مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء. سنجد أننا أمام شكلين من جملة جواب الشرط التي يجب أن يقترن بها الجواب بالفاء. أنتم تعلمون أن الجملة في اللغة العربية جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. إذا وقع جملة جواب الشرط اسمية قولا واحدا تقترن بالفاء، أما إذا وقعت جملة جواب الشرط جملة فعلية أو جاءت جملة فعلية فلا بد من أشكال خاصة لكي يقترن الفعل بالفاء. أول هذه الصور أن تكون جملة فعلية فعلها طلبي، وإحنا وضحنا أنواع الطلب لكده ثمانية: أمر، نهي، استفهام، تحضيض، تمني، عرض، رجاء، حث. ثانيا أن يكون جملة فعلية فعلها جامد
الفعل جامد في اللغة التي يأتي على صورة واحدة، ليس، عسى، نعمة، بئس، حبذا، لا حبذا، أن تكون جملة فعلية مسبوقة منفية بلم، أو مسبوقة جملة فعلية مسبوقة بقد، أو جملة فعلية مسبوقة بالسين أو سوف. كل هذه الصور إذا تحققت مع الجملة الفعلية وجب اقترانها بالفاء. ومن الأمثلة التي سوف نستعرضها يتضح ما نقول. أولا، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك، يمسسك فعل الشرط، فهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. لا تستطيع أن تقول إن يمسسك بخير هو على كل شيء قدير، لابد من وجود الفاء، لأن جاءت جملة جواب الشرط هنا جملة اسمية، جملة جاءت جملة اسمية. ثانيا، إذا كانت جملة جواب الشرط جملة فعلية، فعلها طلبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أمر مباشر هنا، لابد من اقتران جواب الشرط بالفاء. إذا كانت جملة الشرط جملة فعلية فعلها جامد، في كما في قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني عسى ربي، عسى هنا فعل جامد، من لا نستطيع أن نقول يعسى وإعسى، فاقترنت جواب الشرط بالفاء. إذا كانت جملة جواب الشرط جملة منفية بلن، كما في قوله تعالى أو بما، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، لابد أن تدخل الفاء على لن يكفروا. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، هنا جملة جواب الشرط منفية بما، فلابد من اقتران الفاء. أيضا، إذا كانت جملة جواب الشرط جملة فعلية مسبوقة بقد، كما في قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني نكتب الآية إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخ له من قبل، سنجد هنا فقد سرق، أدي إن هذا الشرط، يسرق فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم عن غير سكون، فقد الفاء وقع في جواب الشرط، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل إعراب، سرق فعل الماض، وجملة فقد سرق في محل جزم بإن. أيضا الموضع السادس، جملة فعلية مقرونة أو مسبوقة بحرف من حروف التنفيس أو السين أو سوف، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي. طبعا فيقتل لي معطوف على ما قبله، أو يغلب معطوف على ما قبله، لكن جواب الشرط في قوله تعالى فسوف نؤتيه، نؤتيه أجرا، فاقترنت جواب الشرط لأن الفعل جواب الشرط مسبوق بسوف. أيضا إذا كانت الجملة جواب الشرط جملة اسمية مقترنة بإذا الفجائية يجب اقترانها بالفاء، يجوز عفوا الاقتران بالفاء، تقول فإذا كذا أو إذا كذا، أما في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أو فإذا هم يقنطون، فهنا اقتران جواب الشرط هنا بالفاء يكون جائزا. يبقى مسألة مهمة جدا سنتحدث فيها في المحاضرات القادمة، تتعلق ب كما قلنا بجزم المضارع في جواب الطلب، كما قلنا من قبل إذا سبق المضارع بطلب، وقلنا الطلب له صور كثيرة، أمر، نهي، دعاء، استفهام، تمني، تحديد، فإذا وقع المضارع في جوابها يكون مجزوما. قل تعالوا أتلو، أتلو هنا جاء في تعالوا جواب تعالوا الطلب، لا نجد حرفا أو أداة من أداة الجزم، بل الجزم هنا لأنه وقع في جواب الطلب. أيضا في قولك هل تأتيني أحدثك،
ولا تكفر تدخل الجنة. سنجد أحدثك تدخل أفعالا مضارعة لم تسبق بألم الجزم، ولكن الجزم جاء هنا للأدوات لأنه سبق بطلب هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.